نجل المصطفى وذلك ختم كامل السر والإعلان يمد جميع العارفين أولياء فقطب القطوب من له المنسب الحسن خليفة رب العالمين بأرضه وإني لو قد سرت مداهك الحسن أيا سيد الأقطاب شيخي ومفخري فمنك أرجي الفوز لا أختشي غبا هوى كل شرف ساد كل أكابري عديم النزير دن عن شبه الزمن مقاماته فاقت وأوصافه نمات علت قدماه الأولياء صاه اسمعا دعاني هو الشيخ التجاني وإنني فقير بذنبي إن جسمي قد وهان ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بمغنى إمامي هل بصابي الألهقا كريم جميل لا يعاب ولا يزان جليل نكي طاهر الكف راهب سخي وهو أعرض الفوز والمنن أبو الفيد والأنوار وارث المصطفى فمن لي بلق يا شيخ من لي ومن نعم وهو الشمس والقطوب كواكب ورتبته أعلى المراتب إسمعا يقينا فلا يدري إلا محمد فماذا عسى من وصفه المرء يذكران به جمع الله الفيودات كلها به فرق الأنوار طاب به الزمان أمير الرجال الله سبت نبيه إمام ردي سيد في در القتن لو الويل كل ويل في نار يوشرا نجاة لمن حبت تجان ملازنا مع الأولياء في الجنة الخلد يجمعا جميع صحاب الختم هادي ومهتدي وكلهم نالوا إيمانا مدى الزمان وكلهم نالوا أمانا مدى الزمان أيا صاحي كف وابصر رجال تاريخه بكل زمان منه الحق والحسن تدفق منه الفيض ناوى سهابه أيا صاحب واقبل تجاني آنقا كفاني بأن كيل التجاني مفقرا فللوصل بعد الفتح والحجب يكشفن لشيخ أبي العباس ناج مقوم طريقته والله تبقى مدى الزمان ألا إنه من فيد سيد المرسلين صريحا أتى هذا ممن أحسن صلاتي عليه والسلام المؤيد
صلاة بها ألقت جاني وأبصرا تعلقت بشيخ تجاني إمامنا فباب النجاة أنت ذا العبد كسلا أساني إذا وافيت بالمد أمدا أساني أنال الفيد منه ويقبلا لقد نال كل عارفين مرادهم فألهق بهم عبدا ونجيه من فتن كنا شرا يا ربي بجاه إمامنا أجرنا من النيران والباس والمهن بجاه أبي العباس يسر أمورنا اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبقنا سرك بلاك ولا دينا سرك المستقيم على آلية قدر مقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.